أهلا بكم. توفي الممثل العراقي عبد الستار البصري يوم أمس بعد معاناة مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 77 عام. ولد البصري في البصرة عام 1947 وتلقى فيها تعليم الأساسي قبل أن يتوجه لبغداد للالتحاق بكلية الفنون الجميلة عام 1967، ثم بدأ مشوار الفني خلال السبعينيات. لعب أدوار مختلفة في السينما، المسرح والتلفزيون، كما حاز على جوائز عدة في مهرجانات عربية مرموقة. من أبرز أعمال عالم الست وهيبة بجزئيه الأول والثاني، وكبرياء العراق التي جسد فيها شخصية الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي جواهري، ورجال الظل مناوي باشا، وغيرها من الأعمال. تشيع رمزي للممثل عبد الستار البصري جرى هذا اليوم من مقر نقابة الفنانين العراقيين بحضور عدد كبير من زملائه في الوسط الفني. وعلى كل شيء قدير، صديقنا النقابة، الله تعالى بيده الجود.